يصير داخل منطقة الجزاء ومراوغة ممتازة. فرصة خطيرة جدا تضيع. يقول اللاعب إدوارد. إدوارد يدخل الآن إلى أرضية الملعب بديلا للاعب أماديا كاوش. خطأ لصالح فريق اللاعب. النيجيري لاعب مع نادي مولودية الجزائر، والوداد المغربي يلعب مع ويليام ميزفيلي أتلتيك من ساحل العاج، وأخيرا الدفاع الحسين الجديدي المغربي لاعب مع فيتا كلب من جمهورية الكونغو. وهنا انطلاقة لشيبولا، وشيبولا يلعب العرضية وخطير. و 16 سجل فيها اتقدم فيها هو للمريخ، ولكن بعد ذاك عاد الهلال وانتصر ركله جزاء وشيبولا. ودي هجمه خطيره خطيره جدا للهلال، وتخلصت هدف، والثاني والثاني للهلال، الثاني للهلال. شيبولا شيبولا، كنت اريد ان اتحدث عن هدفه اللي سجل في المريخ في رجايا التعادل بهدف صفر. ها هو يرد الان بهدف ثاني، تاريخي 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 تاريخي. غسل المباراة في اخر الدقائق، سجل الثاني سجل الثاني. خطأ لصالح فريق الهلال. يلا اهدرنا أربعة أو خمسة فرص، إن شاء الله القادمة تكون فيها تسجيل. أطهر الطاهر ينفذ الخطأ، يلعب في الجهة اليمنى، كرة معكوسة عالية داخل منطقة الجزاء، وهم بعد من الدفاع تعود من جديد فرصة خطيرة لصالح فريق الهلال، والملعومة في المرمى، فرصة ممتازة جدا اتلعبت من الجهة اليمنى، ولكن في افراح هلالية بهدف او هدفين. كرة في وسط الملعب، شيبولا يتمرر امامية، شيبولا يحاول التمرير معه خطأ،
طاهر مرر فيها الجعلم للشيبولا، شيبولا يبحث عن الزميل والزميل هو نصر الدين الشغيل ويرجع الكرة لشيبولا ومحاولة مراوغة ممتازة لشيبولا ومحاولة عكس الكرة الركنية رقم 6 لفريق الهلال. خطأ لصالح فريق الهلال، تمريرات تراغ لشيبولا لكن تمرير خاطئ، يسيطر من جديد على الكرة ولكن مخالفة كان ممكن تكون أفضل لو مشى من أمامه بطريقة ممتازة. تراقة هلالية من شيبولا، شيبولا المشاكس معه خطأ، تتمرر كرة في الجهة اليمنى، هدوء في نقلات الكرة في المنطقة الدفاعية بالنسبة لفريق الهلال. لا. أبو عقل عبد الله في وسط الملعب، شيبولا، شيبولا يلعب لأطهر الطاير، انطلاقه من الجهة اليمنى، أطهر السماوي للشغيل، شيبوب، شيبوب يمر كرة أمامية، تدخل عنيف مع شيبولا وخط أطهر الطاير، يلعب لشيبولا، شيبولا انطلاقه، كرة في الجهة اليمنى، مرت شيبولا، شيبولا يعمل العكسية وتصليحة ممتازة ولكن كرة شيبوب عالية يعني من أعلى القائم، يعني كانت كرة مع القائم مع العارضة وليس القائم، وكانت لقطة خطيرة جدا اصطاد حارس.